الرحمن الرحيم. احنا بس هنرجع بسرعه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت عن البريشر تايم علشان نكمله. البريشر فيرسس تايم سكالر ده واحد من اهم الكيرفز اللي موجوده على الفنتليتور، و بيحدد لك اذا كان في مشكله في الكومبلاينس بتاع الـ ريسبيرتوري سيستم، او اذا كان في مشكله في الريزيستنس. بالاضافه من كده انه ممكن تعرف منه المود اوف فنتيليشن. الحاجه اللي سترايكنج يعني ان في البريشر كنترول فنتيليشن هتلاقي البريشر ثابت، وهتلاقي البريشر كيرف سكوير شيد زي ما هنشوف دلوقتي. لكن في الفوليوم كنترول فنتيليشن البريشر هتلاقيه بيتغير، لان انت في البريشر كنترول في الفوليوم كنترول انت بتدي البيشنت سيرتن اماونت اوف volume of air regardless of the pressure generated. فبالتالي هيبقى الشكل الكيرف متغير من breath to breath في العيانين محطوطين على volume control، لكن هيبقى شكل الكيرف ثابت و square shaped غالبا في العيانين اللي هم بياخدوا pressure control. المنظر في spontaneous breath كده، البريشر بيبتدي بانه بيبقى نيجاتيف during inspiration وبعدين يبقى بوزيتيف during expiration. لكن زي ما قلنا قبل كده في الميكانيكال بريث البريشر بيبقى بوزيتيف مع الانسبيريشن وبعدين ينزل للزيرو during expiration. هنا ما نزلش للزيرو، في بينه وبين الزيرو مسافه، يبقى العين ده حاطط بيب، يا اما اكسترنسك بيب يا اما في انترنسك بيب. تمام؟ الكلام ده احنا قلناه قبل كده. من هنا لهنا ده inspiratory time، و البيك دي بنسميها البيك انسبيراتوري بريشر، ودي هنتكلم عنها بسرعه دلوقتي. من هنا لهنا ده الاكسبيراتوري تايم لغايه بدايه الانسبيريشن بعديها. دي ميكانيكال بريث. يعني ايه ميكانيكال بريث؟ يعني الفنتيليتور هو اللي يدي العيان النفس من غير اي افورت من العيان. خلاص؟ لكن لو العيان هو اللي عمل التريجرنج بيبقى فيه نيجاتيف ديفليكشن، الفنتيليتور يحس ان العيان بيحاول ياخد نفس، يقوم الجهاز نفسه يديله ميكانيكال بريث. والميكانيكال بريث سواء كان البريشر او الفوليوم بيبقى متحدد من الدكتور هو بيظبطه على الجهاز. يبقى ايه الفرق بينها وبين السبونتينوس بريث؟ السبونتينوس بريث العيان هو اللي بيحدد الفوليوم وهو بيحدد البريشر في الاير واي، لكن في الميكانيكال بريث العيان جاست انيشيتنج، في الاسيستد بريث يعني العين جاست انيشيتنج وبعد كده الفنتليتور بيكمل، ودي بيزكس كلكم عارفينها. طيب يبقى دي اسيستد بريث ودي توتالي ميكانيكال بريث. ده السبونتينيوس شايفين هو نيجاتيف الاول ديفليكشن وبعد بوزيتيف، ودي الميكانيكال بريث اللي هي ديليفرد باي فنتليتور. طيب احنا قلنا ان في البريشر فوليوم كيرف، سوري البريشر تايم كيرف، العين بيبتدي ياخد نفس، الفنتليتور او الفنتليتور بيدي العين النفس، الهواء يخش من الفنتليتور على العيان. الهواء اول ما بيخش على العيان بيعدي في البونكاي وبعدين بيوصل للالفيولاي يعمل لها ديستنشن. فالهواء بيقابله تو ريزيستنس، الريزيستنس اللي في البونكاي والريزيستنس اللي في الالفيولاي. الريزيستنس اللي في الالفيولاي بيسميها الكومبلاينس، اللي هي قدره الهواء على انه يديستند الالفيولاي. فبالتالي الهواء هو داخل هيعدي على البونكس وهيعدي على الالفيولاي، وبالتالي يعمل بريشر في البونكس ويعمل بريشر في الالفيولاي. يبقى مجموع التو بريشر سواء البونكاي او الالفيولاي بنسميه البيك انسبيراتوري بريشر. يبقى البيك انسبيراتوري بريشر بيمثل حاجتين، الريزيستنس في الاير ويز والالفيولاي ريزيستنس. لو انا جيت وحطيت على الفنتليتور حاجه اسمها الانسبيراتوري بوز. الانسبيراتوري بوز يعني ايه؟ بتقول الماشين بعد ما توصلي للاند اوف انسبيريشن وقفي الهواء تماما، لا في هواء داخل ولا في هواء خارج، وده بيسموها الانسبيراتوري بوز. في الانسبيراتوري بوز دي اللي بيحصل انت ما فيش هواء داخل ولا خارج، يبقى ما فيش هواء معدي على البونكاي، يبقى الريزيستنس بتاعت البونكاي اتلغت. فاضل عندك حاجه واحده بس، ان الالفيولاي بتحاول تي الديستنسبيلتي بتاعتها بتخليها تحاول تكولابس، يعني الالفيولاي نفسها اللي مليانه هواء هتحاول تريكويل. المحاوله بتاعت الريكويل دي الجهاز منعها بانه منع الاكسبيريشن، تمام، منع ان الهواء يخرج. فبالتالي هيتسجل عندك بريشر بنسميه بلاتو بريشر يمثل الالفيولاي فقط، والبونكاي ما لهاش دعوه بالموضوع.
يبقى معنى كده ان البيك انسبيراتوري بريشر هيمثل البونكاي زائد الالفيولاي، لكن البلاتو بريشر ده هيمثل الالفيولاي بس. كويس قوي. طيب لو انا لقيت البيك انسبيراتوري بريشر عالي، البيك انسبيراتوري بريشر عالي، ده معناها ان هي مشكله في البونكاي مشكله في الالفيولاي. بصيت على البلاتو لقيته نورمال، البلاتو دي ممثل للالفيولاي، يبقى انا الالفيولاي عندي سليمه، يبقى المشكله اللي خلت البيك انسبيراتوري بريشر يعلى هي البونكس. طيب لو لقيت البيك انسبيراتوري بريشر عالي يا بونكاي يا الفيولاي، بس لقيت البلاتو كمان عالي، كون البلاتو كمان عالي ده معناها ان المشكله في الالفيولاي، يبقى لعل البيك انسبيراتوري بريشر للالفيولاي ولعل البلاتو هو الالفيولاي، يبقى المشكله بتاعت العيان في الالفيولاي. يبقى عشان نقول الكلام بسرعه، لو البيك انسبيراتوري بريشر عالي من غير البلاتو ما يعلى يبقى مشكله ريزيستنس في البونكاي، لو البيك انسبيراتوري بريشر عالي والبلاتو بريشر عالي يبقى المشكله في الالفيولاي. اهو ده بني ادم نورمال، هنا البيك انسبيراتوري بريشر عالي قوي لكن البلاتو زي ما هو، يبقى العيان ده عنده مشكله فين؟ في البونكس. هنا البيك انسبيراتوري بريشر عالي بس البلاتو بريشر عالي كمان، يبقى المشكله في الالفيولاي. تمام. الحاجه الثانيه، لما يكون عندك الهواء اللي داخل للعيان، الفلو الانسبيراتوري فلو للعيان اديكويت، هتلاقي ان دي بتبقى بلانتد اند، هنا بتبقى فلاتند، يعني هنا التب بتلاقيها مدببه شويه، هنا هتبقى فلاتند. لما تلاقي فلاتند تب في عيان على الكيرف بتاع البريشر فيرسس تايم، تعرف ان الفلو بتاعك مش فتحاول تصلح الفلو او تبص على الكيرف بتاع الفلو عشان تعرف المشكله فين. في حاجه اسمها الرام تايم، الرام تايم ده هو الوقت اللي بنحتاجه عشان نوصل للبريشر اللي احنا حاطينه للعيان، سواء كان بريشر سبورت او بريشر كنترول. يعني انا بقول للماشين ادي العيان ده بريشر 30، الوقت اللي هتاخده الماشين عشان توصل للبريشر 30 ده اسمه رام تايم. طيب لو رام تايم دوت كان قصير، يعني الماشين بتدي الهواء بتاعها بتبقى في وقت سريع، بتوصل للبريشر في وقت سريع، يعني معنى كده ان الانسبيراتوري تايم هيبقى قصير، وده انا محتاجه في عين السي او بي دي، انا محتاج الانسبيراتوري تايم يقصر في السي او بي دي عشان اخلي الاكسبيراتوري تايم يطول. لكن لو الرام تايم ده طويل، يعني الماشين عشان توصل للبريشر اللي انت حاطه للعيان بتاخد وقت طويل، ده معنى ان الانسبيراتوري تايم هيطول، وده بتحتاجه في عيانين الاي ار دي اس، عيانين اللي عندهم مشكله في الالفيولاي زي نيمونيا، عيانين بالمونري ايديما، دول عيانين انت محتاج الانسبيراتوري تايم فيهم هو اللي بيبقى طويل. فالرام تايم ده انت ممكن تظبطه على الفنتليتر، ممكن تظبطه بان في زرار اسمه رام تايم اللي هو ريت اوف رايز اوف بريشر، او ان بتظبطه عن طريق فلو لو كان فوليوم سايكل، بس احنا بنتكلم هنا على البريشر، لكن العيانين ممكن بتاع الفوليوم سايكل انت لو حطيت فلو عالي قوي هيبقى الريت اوف ديليفري اوف تايدال فوليوم سريع، فالاسبيراتوري تايم يبقى قصير. لو العيان اتحطوا على فوليوم كنترول وعايز تخلي الاسبيراتوري تايم يبقى طويل، بتخلي فلو قليل، يبقى الفلو العالي يعني بتدي فلو 60 و70 و80 في عيانين السي او بي دي، لكن تدي فلو اقل في 40 او 50 في عيانين بتوع الاي ار دي اس، لان الاثنين دول اسمهم الرام تايم. طيب لو كان الرايز تايم بسرعه، يعني الماشين ادت الهواء مره واحده للعيان، بيحصل حاجه اسمها اوفر شوتنج، تمام، او بيسموها السبايك. لو ده حصل المفروض ان انت تزود التايم اللي بيعلى فيه البريشر، يعني تخلي الهواء يخش من الفنتليتور للعيان في فتره اطول، يعني هتزود الرام تايم. لكن لو لقيت ان الهواء بياخد وقت طويل علشان يوصل للبريشر اللي انت محدده، زي ما انتم شايفين هنا the rise is too slow، هتلاقي الويف بقت بدل ما تبقى سكوير شيب كده، هتلاقي اللي هي المفروض تبقى منظرها كده في البريشر كنترول، هتلاقي المنظر بتاعها بقى راوند التيب، وكونها تبقى راوند التيب ده معناها ان الهواء بيوصل للفنتليتور ببطء، من الفنتليتور للعين ببطء، وبالتالي البريشر بيعلى فيري سلولي. وفي الحاله دي لازم تخلي الفلو يزيد شويه، او تخلي الرام تايم بتاعك يبقى اسرع علشان المنظر يبقى سكوير شيب زي ما هو كده، لان كون الهواء يوصل للعين او البريشر يوصل وقت طويل قوي، ده معناه ان الاسبيراتوري تايم هيقصر قوي. في الستريس اندكس اتكلمنا عنه المره اللي فاتت.
الستريس اندكس ده عباره عن ايه؟ انت بتبص على البريشر تايم كيرف. لو لقيت الانسبيراتوري لمب فلات بالمنظر ده العين ده نورمال. لو لقيت كونكيف لفوق ده بيسموه ستريس اندكس اكتر من واحد، ده معناه ان الالفيلاي از اوفر ديستندد، يعني في ريسك اوف بار تروما، في ريسك اوف رابتشر، فسيادتك يا اما لازم تقلل البيب. لو لقيت ان منظار كونفكس لفوق ده بيسموه ستريس اندكس اقل من واحد، ده معناه ان في الفيلاي لسه ممكن تعملها ريكروتمنت، يعني ممكن تزود البيب. الكونسبت بتاع ستريس اندكس دلوقتي بيستخدم في عينين الاي ار دي اس علشان نظبط البيب، يعني انت عمال بتعلي البيب لغايه ما وصلت ان الكيرف بقى فلات، يبقى انت كده البيب بتاعك اللي انت حاطه كويس. لو لقيت المنظر دوت يبقى البيب اللي انت حاطه عالي، تحاول تقلله علشان ما يحصلش باور تروما. لو لقيت المنظر كده يبقى انت لسه عندك الفيلاي ممكن تفتح، يبقى ممكن تزود البيب. فمجرد البصه على البريشر تايم كيرف وشكل الكيرف ممكن يحدد لك البيب اللي انت حاطه از انف او نوت. في ماشينز دلوقتي طالعه بتطلع الستريس اندكس، يعني تقول لك ستريس اندكس بتاع العيان ده واحد او اقل من واحد او اكتر من واحد، لكن مش كل الماشينز موجود فيها القصه ديت. فسيادتك محتاج ان انت، اعتقد هاملتون هو اللي فيه، سيادتك محتاج ان انت تتعلم انك تبص على الكيرف وتعرف من منظره انت في ستريس اندكس كام، هل واحد او اكتر من واحد او اقل من واحد. الاسينكوني بص معايا هنا، ده بريشر تايم كيرف. لو خدتوا بالكم هنا في كونكافيتي، المفروض ان في الانسبيريشن زي المنظر كده، هيطلع الانسبيريشن وبعدين يحصل اكسبيريشن، ده اسمه اكسبيريشن كيرف. لو لقيت المنظر ده، ده معناه ان العين حاول ياخد نفس في الحته دي، العين is trying to trigger في الحته دي، معناه ان الهواء اللي واصل له مش كفايه. طيب ايه اللي عرفك ان العيان حاول يتريجر؟ انك هتلاقي البريشر منظر عمله كده، لكن بص لو بصيت على الفلو هتلاقي الفلو ما اتغيرش، ده معناه ان الماشين ادت اللي عندها ما استجابتش للعيان، يعني معنى كده ان التريجر اللي عمله العيان is not enough for the machine to sense. ف when a patient is not receiving much flow as they should from the ventilator with each breath ده بيسموها نوع من insynchrony، بيسموها air starvation او flow starvation. هتعرفها ازاي؟ هتلاقي dip على pressure versus time without associated changes in the flow of volume scalars. تمام؟ The patient is generating more negative pressure to be able to pull more volume, but is not getting enough to meet his needs. It's often due to inadequate set flow on the ventilator. ودي بتلاقيها في البونز اللي فيها flow constant اللي هي volume dependent أو volume control modes. فبالتالي لما تلاقي المنظر ده، ده اسمه air hunger أو air starvation، إنك هتلاقي العيان على pressure time curve في dip على inspiratory limb. وده معناه ان الفلو اللي وصل للعين مش كفايه، وفي نفس الوقت لو بصيت على الفلو تايم كيرف هتلاقي الفلو تايم كيرف نورمال. خلاص؟ ده معناه ان العيان بيحاول يتريجر لكن الماشين ما بتستجيبش وما بتديش هواء. وسيادتك معناه انك محتاج تزود الفلو في العيان دوت علشان العيان الهواء اللي وصله مش كفايه. الحاجه الثانيه، في انواع تانية من الاسينكوين. على فكره كلمه اسينكوين معناها ان العيان والفنتيليتور مش ماشيين مع بعض كويس. تمام؟ الاسينكوين ممكن تريليت تو انسبيراتوري تايم، ممكن انسبيراتوري تايم فيري شورت للعيان او تو لونج. بمعنى في عيان عايز الاسبيراتوري تايم بتاعه يبقى طويل زي عنين البلمونة انديما، بس انت مش مديله فلو انف يخلي الاسبيراتوري تايم طويل. فالعيان هيحاول ان هو يتريجر الماشين في الوقت اللي هو بيعمل فيه اكسبيريشن. بمعنى انا عندي اسبيراتوري تايم قصير والعيان عايز الاسبيراتوري تايم بتاعه يطول، فبعد ما الماشين تدي له الهواء في الوقت المحدد اللي انت محدده للفنتيليتور العيان هيكمل انسبيراتوري ايفورت. تمام؟ When the ventilator stops and breathes before the patient inspiratory effort has finished ده بيسموها premature cycling. هتلاقيها موجود، هتعرف ان القصه دي موجوده ازاي، انك تبص على الفلو فيرسس تايم كيرف. فهتلاقي في upward deflection after inspiration is completed by the ventilator. او ممكن تلاقي حاجه اسمها double trailing. بصوا ده المنظر. ماشي؟ هيحاول العيان ان هو يكمل النفس، لكن في الفتره دي ممكن ما تلاقيش فيها فلو. ده اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت ورجعناه بسرعه.
المودز اوف فنتيليشن. معلش دكتور شفعي, ممكن السلايد بس اللي قبل كده تاني؟ حاضر يا حبيبي. ده ولا ده؟ ده ده اه تمام. العيان بيحاول ياخد افورت, بياخد بيحاول يسباير فلو الاير ولا لا؟ تمام تمام ده معناه ان الاسبيرتي تايم مش اناف ليه, مش كده؟ بالظبط. فدي القصه بالنسبه لنا ببساطه. فده معناه ان الفلو مش كفايه. ممكن العيان يعمل حركه ثانيه. بص معايا, هو الحل ممكن ان انا اخر له السايكل بشويه, تخلي السايكل دي تطول 25%, اخليه على اخليه مثلا على 20% أو عاده دي بتحصل في الفوليوم كنترول في الحاله دي, انك تزود الفلو, سوري تخلي الفلو اقل. يعني مثلا انت مدي فلو 60 ولقيت المنظر ده العيان بيحاول يتريجر, لسه الانسبيريشن خلص ولسه هو بيحاول يتريجر, ده معناه ان هو عايز وقت اطول في الانسبيريشن. عشان اعمل له وقت اطول في الانسبيريشن اخلي الفلو اقل. فهمتني ولا لا؟ تمام. لان لو خليت الفلو اقل يبقى الانسبيريشن تايم هيطول. تمام. طب لو على بيشر كنترول هتعمل ايه؟ هزود الاسبيريتور تايم. ربنا يفتح عليك ويبارك, تزود الاسبيريتور تايم, مفهوم؟ طيب لو حبينا نقول العكس بقى, لو كانت الانسبيريشن اللي بيديه الفنتيليتور طويل قوي والعيان الانسبيريتور تايم اللي هو عايزه اقصر, ايه اللي هيحصل؟ حد يقدر يقول؟ لو الفلو كبير قوي عليه, لا الانسبيراتوري تايم طويل عليه, هتعرف ازاي من الكيرف؟ هو العين هيحاول يعمل سايكلينج. لا لا لا, وهقول لك ايه اللي هيحصل. انت مثلا حاطط الانسبيراتوري تايم 2 سكندز, عين الانسبيراتوري تايم بتاع العيان الانترنسك ثانيه ونص, حلو, وانت حاطه 2 سكندز, موافقون؟ اللي هيحصل ان العيان هيبتدي يعمل اكسبيريشن ولسه الفنتيليتور بيدي هواء, صح؟ حد يقول حاجه؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في هواء طالع من العيان وفي هواء داخل من الفنتيليتور, صح؟ تمام. اللي هيحصل ان الهواء اللي داخل في الفنتيليتور مش عارف يخش, لان في اجينست الفلو بتاع الهواء من الفنتيليتور في بوزيتيف بريشر ضده, صح؟ تمام. هيحصل اوفر شوتنج؟ لا هيحصل زيرو فلو. بص دي شايف دي؟ العيان عمل انسبيريشن, صح؟ معايا ولا لا؟ تمام. وبعدين الاكسبيريشن في بينه وبين الاكسبيريشن في فتره ما فيش فيها هواء لا داخل ولا خارج, صح؟ تمام. ده عيان بيحاول يطلع الهواء اجينست الفنتليتور, في تو فورسز عكس بعض فما فيش اير فلو. متفقين يا كابتن؟ تمام. انا ما حبيتش بس انا نطيتها علشان عارف ان هي صعبه شويه, لكن anyway المودز اوف فنتليشن علشان اعرفها من الكيرفز انا مش محتاج اعرفها من الكيرفز. حد يقول لي ليه؟ هل انت محتاج تعرف المود اوف فنتليشن من الكيرف؟ حد يرد عليا؟ هو المفروض انا ما بحطه او المفروض هو بيبقى مكتوب بالظبط كده. انا شخصيا يعني حكايه ان انا اعرف المود اوف فنتيليشن من الكيرف ده كلام مش قوي خالص. ليه بقى؟ حاجه من الاثنين, اولا يا اما انت حاطط المود بايدك فانت يعني انت اللي حاطه, انت اللي مظبط الفنتيليتور عليه, حاطط العين على فوليوم كنترول, حاطه على بريشر كنترول, حاطه على بريشر سبورت, حاطه على اسيستد فنتيليشن, انت اللي حاطط المود بايدك فانت عارفه, مش محتاج تعرفه من الكيرف. لو مش انت اللي حاطه, واحد من زمايلك حاطه, دوس على الزرار اللي بيقول لك المود, هيقول لك العيان ده بيتظبط على المود الفلاني, صح ولا لا؟ تمام دكتور محمد. فبالتالي حكايه انك تعرف المود من الكيرفز دي حاجه وهميه شويه, لكن هنبص عليها بسرعه قوي. تمام. ده اسمه فوليوم تارجتد فنتيليشن. ما دام كلمه فوليوم تارجتد يبقى مين اللي هيبقى ثابت؟ اني كيرف اللي هيبقى ثابت في دول؟ اللي تحت اللي هو الفوليوم, صح؟
مش كده؟ ده ثابت صح؟ والفلو حضرتك هتبقى انت مظبطه عشان تعمل الفوليوم اللي انت عايزه. ما انت في الفلو سايكل، في الفوليوم سايكل انت اللي مظبط الفلو برضه، فالفلو برضه هيبقى ثابت صح. لكن الحاجه اللي هتبقى فاريبل هي البريشر. فلو لقيت البريشر كيرف هو اللي فيه فاريابيليتي، تعرف ان انت على فوليوم كنترول مود. اوكي، وفي الحاله دي هتتاكد بانك تلاقي الفلو ثابت والفوليوم ثابت. طيب لو لقيت، احنا متفقين ان دوت هو اللي هيبقى متغير في الفوليوم تارجت فنتيليشن، لو لقيت نيجاتيف ديفليكشن يبقى ده اسمه اسيستد بريدنج. يعني ايه؟ يعني الماشين مش هتدي الهواء لما العيان ياخد نفس. طب لو العيان ما خدش نفس هتديها له ويسموها ساعتها كنترول. اوكي، عرفت منين العيان خد نفس؟ لقيت نيجاتيف ديفليكشن. فلو لقيت نيجاتيف ديفليكشن وبعديها الماشين ادت نفس، ده اسمه اسيستد فنتيليشن. تمام. طيب لو لقيت في دي ماشين ديليفر ودي ماشين ديليفر بس اسيست، ودي ماشين ديليفر بس اسيست، ولقيت بين بتوين في نيجاتيف ديفليكشن بالمنظر دوت، يبقى ده سبونتينوس بريدنج. واضح شباب؟ تمام دكتور محمد. طيب انا معلش بمشي بسرعه لان مش محتاجين نضيع فيها وقت. طيب في البريشر تارجت فنتيليشن، في البريشر تارجت ده هيبقى ثابت اللي هو البريشر كيرف، وبيبقى غالبا سكوير شيب زي ما انتم شايفين كده. لكن اللي هيبقى فاريبل هو الفلو والفوليوم. موافقون؟ البريشر كلمه البريشر تارجتد يعني معناه انا اللي مظبط البريشر، كل انا مظبطه يبقى ثابت، واللي هيتغير الفلو واللي هيتغير الفوليوم. ممكن يبقى اسيستد لو لقيت نيجاتيف ديفليكشن، يعني العيان هو اللي بيبتدي السايكل. وممكن الاقي سبونتينوس بريدنج ان بتوين. طيب لو لقيت، اولا ده المنظر دوت الاول، ده بريشر ولا فوليوم كنترول؟ ده بريشر. بريشر ايش عرفك؟ بريشر كنترول ومع بريشر سبورت. ايش عرفك بريشر كنترول؟ خاطر البريشر ثابت. البريشر ثابت لكن المتغير هو سكوير، المتغير هو الفوليوم والفلو. ربنا يفتحها عليك. لكن في ويف كده شبه البريشر بالظبط، واخدت بالك؟ بس اقل. يعني البريشر ليفل هنا وهنا زي بعض، لكن دي اقل، ده يبقى العيان ده محطوط على بريشر سبورت. يعني لما ياخد نفس الماشين بتدي له سيرتن اماونت اوف بريشر. اوكي؟ واضح ولا لا؟ تمام دكتور محمد. ده عيان فوليوم ولا بريشر؟ واضح ان هو فوليوم. لكن السؤال عرفنا ازاي ان هو فوليوم؟ الفلو ثابت والفلو ثابت والفوليوم ثابت، لكن البريشر متغير. تمام؟ اسيستد ولا الويفز دي اسيستد ولا كنترولد؟ اسيستد لان في نيجاتيف ديفليكشن، ده معناه العين هو اللي ابتدى. لو كانت الويف دي من غير حته النيجاتيف ديفليكشن تبقى كنترول. طيب هنا في ويف سكوير شيبد، يعني كانها بريشر كنترول، يبقى العين ده فوليوم كنترول بس محطوط عليه بريشر سبورت. مفهوم؟ تمام. هنعدي دول. هنبتدي بنتكلم على حاجه اسمها اللوبس. اللوبس ان انت هتحط يا اما البريشر مع الفوليوم يا اما تحط الفلو مع الفوليوم. هنبتدي بالبريشر مع الفوليوم. بصوا معايا كويس قوي، ركزوا معايا كويس قوي. في البريشر فوليوم كيرف او لوب، لان يعني ده ما اسموش كيرف، هيتسمى لوب لما يكون في حاجتين. خدوا بالكم ان الكيرفز كانت بريشر اجينست تايم، فوليوم اجينست تايم، فلو اجينست تايم، يعني انت كنت بتقيس حاجه واحده بس. لكن كلمه لوب معناها بتقيس حاجتين، فوليوم و بريشر في نفس الوقت. لو كانت البريث ديليفرد من الفنتيليتور، شوف ايه اللي هيحصل. اول ما الفنتيليتور يبتدي يدي، ايه اللي هيحصل؟ البريشر هيبتدي يعلى. مش ده البريشر؟ هنا البريشر وهنا الفوليوم.
هبتدي بريشر يعلى وفجاه الفوليوم عالي وبعدين مع الاكسبيريشن الهواء يفضل. يعني خدوا بالكم هنا البريشر بيعلى جرادوالي والفوليوم ما بيزيدش قوي، يعني البريشر عمال بيزيد وصل لغايه هنا، واضح ولا لا؟ وبعدين ابتدى الفوليوم يعلى. طيب الحته دي من هنا لهنا تمثل ايه؟ حد عارف؟ الديد سبيس. يعني انا عايزكم تفهموا معايا دلوقتي. بصوا الماشين ابتدت تدي هواء، ابتدت تدي هواء اهي، البريشر ابتدى يعلى. ما هو ده البريشر اهو، البريشر كان هنا واحد بقى اثنين بقى ثلاثه بقى اربعه فرضا، يعني هنا البريشر اربعه والفوليوم بقى 50 مللي. فجاه البريشر لما بقى خمسه هنا اهو الفوليوم بقى 20، ولما البريشر بقى سته بقى الفوليوم فجاه 70. يعني فجاه ان الفوليوم ابتدى يزيد بكميات كبيره مع ان البريشر ما بيعلاش قوي. الحته اللي البريشر فيها بيعلى من غير ما الفوليوم يزيد قوي دي معناها ان الوقت اللي بنحتاجه لغايه ما نفتح الكولابس الفيولاي لور انفليكشن بوينت، ربنا يفتح عليك، يبقى الحته دي اسمها اللور انفليكشن بوينت. الحته دي مهمه جدا في عينين الاي ار دي اس، النقطه دي الحته دي هوريها لكم بعد شويه كمان، بس الحته دي مهمه جدا. ليه؟ لنفرض ان علشان الالفيولاي تفتح وصلت للبريشر 5 يبقى لازم تحط للبيب ده عيان. البيب ده تحط للعيان كام؟ بيب 5. بيب 5 لا تحط له بيب 7، تحط 2 فوق اللور انفليكشن بوينت، واضح؟ يعني لو الانفليكشن بوينت 5 حطها 7، فهمتني ولا لا؟ اه تمام. تاني يا شباب، الالفيولاي عشان تفتح محتاجه بريشر 5، وبعد كده الالفيولاي بقت فاتحه فالهواء عمال بيخش لها بكميات كبيره، كان في الاول مقفوله وفتحت. علشان يبتدي الهواء يخش لها بكميات كبيره عند البوينت ده اهي، البوينت دي عند البريشر كام؟ 5. يبقى انا احط للعيان بيب 7 في عيانين الاي ار دي اس. دي اسمها اللي هو انفليكشن بوينت اللي بنعتمد عليها في القصه. طيب بعد كده الهواء بيزيد 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 لغايه ما وصلنا للنقطه دي عند البريشر هنا ده اهو، شايفينه ولا لا؟ هيبتدي الاكس باي ريشيو، هيبتدي الهواء يخرج. يبقى الانسبيريشن اهو والاكسبيريشن اهو ماشيين كاونتر كلوك وايز. ركز معايا قوي. طيب بص على النفس ده، النفس ده ابتدى بان حصل نيجاتيف بريشر وبعدين ابتدى الانسبيريشن وبعدين اكسبيريشن. النيجاتيف بريشر ده معناه ان البريث دي اسيستد، يعني العين ابتداها هنا كنترول، الماشين هي اللي مديها. فلو لقيت دي للسمكه، دي سمكه ماشي، لو لقيت دي السمكه على الناحيه الشمال يبقى العين ده اسيستد بريث. طب لو لقيت العين بيعمل نيجاتيف بريشر عنيف قوي، يعني بيوصل لغايه هنا الاول قبل ما يبتدي الهواء يخش، يعني لقيت الحته دي كبيره، ده معناه ايه؟ ان هو محطوط له تريجر عالي، ان السنسيفتي بتاعت الماشين دي قليله، وان سيادتك حاطط سنسيفتي عاليه جدا بالنسبه للعين، بتقول والله بتقول الماشين ما تفتحلوش الا لما يعمل لنا نيجاتيف 3، فالعين بيعمل افورت عنيف جدا عشان يفتح الفنتليتور ويدي له نفس. فسيادتك لازم تلعب على السنسيفتي بتاعت الفنتليتور، تقللها علشان سوري تعلي السنسيفتي بتاع الفنتليتور علشان تخلي العيان ياخد نفسه بطريقه اسهل. فكل ما دي كبرت، كل ما دي للسمكه كبرت، ده معناه ان السنسيفتي اللي انت حاططها مش صح. في السبونتينوس بريد اللي بيحصل؟ العيان بيعمل نيجاتيف بريشر، يقوم الهواء يخش ديورنج انسبيريشن، وبعدين ديورنج اكسبيريشن بريشر بيبقى بوزيتيف. واضح؟ قالب عشان ما عندناش وقت. طيب ده اللي لسه كنت بقوله لكم حالا. دير السمكه كل ما يزيد ده معناه ان العيان انا حاطط له تريجر عالي قوي، وان لازم اقلل التريجر ده عشان اخلي العيان ياخد نفسه بطريقه اريح. واضح؟ بصوا معايا هنا، لو خدتوا بالكم العيان عمل نيجاتيف الاول علشان يدخل الهواء، صح؟ صح ولا لا؟ تمام. شباب تمام. لا مش تمام. لا مش تمام، ده مش نيجاتيف، احنا لسه على البوزيتيف. يعني العيان عمل انسبيراتو ايفورت بس لسه البريشر بوزيتيف، صح ولا لا؟ المفروض النيجاتيف يبقى ده ممكن لو انا حاطط بيب الحته دي هنا في النيجاتيف، هنا الحته دي ده النيجاتيف. يعني بص هنا اوريك حاجه، ده النيجاتيف
اللي تيجي على شمال الكيرف. هنا العيان عمل effort بس وهو عامله كان لسه في البوستف، ده معناه ان في بيب، والبيب ده بيساوي من هنا لغايه هنا، يعني البيب ده 5 تقريبا في العيان ده. حد فهم حاجه؟ يعني لو لقيت ديل سمكه بس على الناحيه اليمين من الكيرف يبقى عندك بيب. موافقون؟ حد فاهم اي حاجه ولا انا بتكلم لوحدي؟ ماشي. طيب تمام. يعني تمام. ماشي حلو جدا. طيب اللي بعد، العيان هنا عنده بيب برضو عمل نيجاتيف، شايفين ولا لا؟ وبعدين ابتدى الهواء يخش، مش مشكلتنا خالص، بس دي بريشر كنترول مش بولي، مش مهم. ودي بريشر سبورت برضو مش مهم، ودي سبونتينوس بريدنج مش مهم. خلينا بقى اللي جاي عشان الدكتور حسن منبه عليا الموضوع ده مهم، ان احنا بنتكلم على البراكتيكال. ده انسبيريشن وبعدين اكسبيريشن عادي خالص. تمام. عايز اسالكم سؤال، ركزوا معايا كويس قوي قوي قوي، ركزوا معايا كويس قوي. لو حصل ان الكومبلاينس بتاع اللنج قليل زي عيان الاي ار دي اس، ده معناه ايه؟ معناه عشان ادخل هواء محتاج بريشر عالي ولا لا؟ يعني البريشر لازم يعلى قوي علشان يخش الهواء، يعني لازم امشي مسافه هنا قبل ما الهواء يخش، صح ولا لا؟ موافقون ولا مش موافقون؟ طيب صح. يعني لازم العيان الكيرف بتاعه يميل ناحيه اليمين او لا، يعني لازم ينزل كده، لازم ينزل للناحيه اليمين، موافقون ولا لا؟ هو بيتزحزح ناحيه البريشر ويبقى دايما الفوليوم لازم هتلاقي بالظبط كده، هتلاقي البريشر بيعلى بيعلى هنا ويبتدي الفوليوم يحصل هنا، فتلاقيه ماشي هيبقى الكيرف عامل كده، هوريه لكم حالا دلوقتي. تمام؟ موافقون ولا لا؟ ده لو في مشكله في الكومبلاينس. موافقون؟ طيب لو عندك اي واي ريزيستنس في البونكاي، هيحصل ايه؟ في مشكله في، لو كانت الريزيستنس في البونكاي ان عندك اير ترابنج، يعني في هواء جوه الالفيولاي مش قادر يخرج، فتلاقي في هواء هيخش من الفنتيليتور، بس لما يرجع لك الهواء هيرجع ياخد وقت طويل علشان يخرج، لان في ريزيستنس في الاي واي دورينج اكسبيريشن اكتر من الانسبيريشن، فتلاقي الكيرف وسع، ما ملش هو وسع بس، يعني هيبقى عامل كده تخين. اوريكم المنظر، بصوا معايا، ده منظر لما يكون عندنا بيب، انتوا عارفين، ركز معايا بقى. قال لك بص، الكيرف ده هنقسمه لنصين، النص الاولاني اللي هو الريزيستنس، والنص الثاني اللي هو الالاستيك ورك. الريزيستنس اللي هو بتاع البونكاي، والالاستيك ورك ده بتاع الالفيولاي. يبقى الجزء الاحمر ده بتاع الريزيستنس، والجزء دوت بتاع الكومبلاينس. دي اللي هو انفليكشن بوينت اللي قلت لكم عليها. دي ان اديكويت سنسيتيفيتي اللي هو دي للسمكه الكبير. هتشوفوا دلوقتي اللي انا قصدي عليه. دلوقتي ده انسبيريشن حصل والاكسبيريشن حصل، بس كل الفوليوم ما خرجش، يعني المفروض علشان كل الهواء يخرج نرجع كده للزيرو. ده معناه ان العين عنده ايه؟ سوري. اير ترابنج اوت اوف بيب. اير ترابنج اوت اوف بيب. او؟ اير ليك. اير ليك. ربنا يفتح عليك. طيب بصوا معايا كويس قوي. بصوا معايا. في الكيرف ده المفروض المنظر ده الطبيعي بتاع الكيرف. لقيت العيان الكيرف بتاعه ماشي باللون الاحمر، بصوا ازاي؟ العيان الانسبيريشن شغال وفجأه عمل نيجاتيف بريشر وبعدين كمل تاني. ده النورمال كيرف. ده الكيرف بتاع عيان فجأه حصل نيجاتيف ديفليكشن كده في المنظر ده. ده معناه ان العيان عنده اير هانجر، معناه ان الفلو بتاعه قليل وخد نفس في النص. يعني الماشين بتدي له نفس لكن هو حاول كمان ياخد نفس، ده معناه ان الهواء اللي وصله ده، العيان دوت عنده مشكله في الفلو، نزود الفلو بتاعه.
علشان احسن كميه الهواء اللي داخلاني. الاير واي ريزيستنس لما بتحصل، فاكرين انا قلت لكم اللي بيحصل ان الكيرف بيوسع، ده الكيرف هيبقى منظره كده واسع، مش هتكلم على الهستريسز مش وقته. اللان كومبلاينس قلنا لك لو الكومبلاينس قال الكيرف هيروح فين، يعني لو الفيلاي مش قادر تستند ايه اللي هيحصل؟ ده النورمال كيرف هيروح يمين ولا شمال؟ يمين. لو الكومبلاينس قال هيروح يمين. طيب يبقى بصوا معايا كده كويس، ادي الديكيس كومبلاينس شايفينها راحت اللي هي الحمراء، راح كيرف يمين صح؟ لكن لما الكومبلاينس يتحسن هتلاقيها هتروح ناحيه الشمال. انا جاي لك ببلمونري اديما ولقيت الكيرف بتاعه كده، اديته لازكس لقيت الكيرف رايح ناحيه الشمال، يبقى انت بتتحسن ولا لا؟ المفروض مفهومه. فانت ممكن تعرف الريسبونس بتاع العيان بتاعك للتريتمنت بتاعك عن طريق النظره بتاعتك على الكيرف. لو لقيت الكيرف بيروح شمال يبقى العيان ده بيتحسن، لو الكيرف عمال بينزل ناحيه اليمين لا العيان ده لسه الدنيا متنيله في نيله ولازم نزود الدوز بتاعت اللازكس. واضح؟ طيب لو العيان اي ار دي اس مش بالمونري ايديما والكيرف عمال بيروح ناحيه اليمين اعمل ايه؟ ازود البيب مثلا؟ نزود البيب، ربنا يفتح عليك، نزود البيب علشان الكيرف يروح ناحيه الشمال اكتر. مفهوم؟ طب هتعرف تحط البيب قد ايه عشان تحسن العيان؟ هنبص على اللور انفليكشن بوينت ونزود عليه. مفهوم؟ مفهومه ولا لا؟ طيب مفهوم. ماشي اوكي. بصوا معايا بقى، بصوا على الكيرف ده، ده الكيرف النورمال. لو لقيت الكيرف بقى عامل كده ايه اللي بيحصل؟ هنا البريشر عمال بيزيد بس الفوليوم ما بيزيدش، اهو الفوليوم ثابت لكن البريشر عمال بيزيد والفوليوم ما بيزيدش. كون البريشر بيزيد والفوليوم ما بيزيدش ده معناه ان الالفيولاي مش راضيه تستند، ده معناه ان الالفيولاي از اوفر ديستندد، مش قادره تاخد هواء زياده. يبقى لو لقيت المنظر دوت يبقى عندك اوفر ديستنشن في الالفيولاي، تعمل ايه؟ تقلل البيب. تقلل البيب، تقلله عن كام؟ او توصل بيه لغايه كام؟ اوصل بيه اللي هو يعني عند اللو، اشوف اللور انفليكشن بوينت برضو عند اللور انفليكشن بوينت بالظبط. يبقى بالظبط، يبقى انت لو لقيت المنظر ده هتقلل البيب، لو لقيت الكيرف بيمين ناحيه اليمين هتزود البيب. فهمتوا؟ واضحه؟ الفلو فوليوم كيرف بقى مع الانسبيريشن الفلو بيخش للعيان، وبعدين during الاكسبيريشن الهواء بيخرج من العيان، فدي ماشيه كلوك وايز، اللي قبلها كانت كاونتر كلوك وايز. ما فيهاش كتير حاجه غير ان بصوا ده الكيرف اللي قبليه كان النورمال، الهواء دخل وبعدين الهواء كله خرج. هنا الهواء دخل لكن مش كله خرج، يبقى عنده اير ليك. واضح؟ او اوتوبيب اللي هو اير ترابينج يعني. بس الاير ترابينج هتلاقي حاجه مهمه جدا، لو خدت بالك في الكيرف اللي قبليه ان الهواء لما خرج وصل لغايه الزيرو بريشر صح؟ لو في اوتوبيب هتبقى انت زيرو بريشر؟ لا. يبقى الفرق بينه وبين الاوتوبيب ان الاوتوبيب الهواء مش هيخرج كله، لكن انا عندي بوزيتيف بريشر هنا ما رجعش للبيز لاين. واضح؟ يبقى الليك هنفرقه عن الاوتوبيب ان في الليك الفوليوم اللي دخل كبير، اللي خرج اقل منه بس بيوصل للزيرو ليفل. البيب الهواء دخل والهواء كله ما خرجش بس في بوست بريشر، شايفينه؟ واضح؟ سيبكم اير واي ريزيستنس. طيب بصوا معايا ده الكيرف الطبيعي، بصوا بقى على المنظر ده، لو لقيت الكيرف بقى عامل كده شايفينه؟ شايفين التعرجات دي؟ تعرف ان في سكريشنز في الاير واي، اوكي؟ ايه ده يا اولاد؟
هدي ده الكيرف ده. احنا بنبص مع بعض. بصوا هنا مين اللي عالي؟ البيك انسبايرد، البيك انسبايرد تو بريشر صح، والبلاتو زي ما هو البيك مدبدب شايفينه بقى عالي قوي والبلاتو ثابت. الكيرف حصل له ايه؟ وسع. فكده لو تقول لما الدايمتر يوسع يبقى انت ريزيستنس خلاص. لا لا مش سكريشنز، خليك معايا. انت اللي عالي البيك انسبايرد بريشر والبلاتو ثابت، يبقى عندك انكريس في ريزيستنس. وبصيت على الكيرف هنا لقيت وسع 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 الكيرف عن النورمال. ده النورمال وهو وسع في البوديك بتاع الريزيستنس. فمعنى كده ان كون الكيرف وسع مش مال، دي معناها انكريس ريزيستنس. تمام. طيب بصوا معايا هنا في ده، ايه اللي انتوا شايفينه هنا؟ حصل فلو صح ولا لا؟ وبعدين الاكسبيريشن ايه اللي حصل؟ الاكسبيريشن واخد وقت ايه؟ طويل في الفلو صح؟ شباب وهنا شايفين التعرجات دي، ده معناها ايه؟ ان في مقاومه للاكسبيريشن. ده معناه ان في سيكريشنز. فاكرين الكيرف اللي قبليه؟ شايف المنظر ده؟ ده معناه ان الريزيستنس زادت بس سببها سيكريشنز. حد فاهم حاجه؟ يعني انا عرفت من دول ان في ريزيستنس زايد ده صح؟ من ده صح ولا لا؟ ومن ده ان الاكسبيريشن واخد وقت طويل. لما بصيت على ده لقيت التعرجات دي، عرفت ان الريزيستنس زادت بسبب سيكريشنز. انا عندي محتاج ساكشن مش مساله بونكو دايليتوس. حد فاهم حاجه؟ كويس. طيب بصوا كيف عمال بيمين ناحيه اليمين، يبقى ده ديكريز كومبلاينس. لو بيمين ناحيه الشمال يبقى انكريز كومبلاينس. احنا عارفين الكلام ده. لو كومبلاينس قلت، شايفين البيك انسبايتو بريشر زاد والبلاتو بريشر زاد في نفس الوقت. اوكي ده معناه ايه؟ ده اوفر ديستنش. اوفر ديستنش ربنا يفتح عليك. ده معناه ايه؟ ده الانسبيريشن اهو، ده الانسبيريشن ماشي، المفروض يمشي كده وبعدين يرجع كده، لكن فجاه بقى نيجاتيف. اير هانجر بالظبط كده. ولو بصيت على البريشر تايم كيرف هتلاقيه كونكيف، يعني عندي بيحاول يعمل نيجاتيف بريشر. دي الكيرف الطبيعيه، هنا كونكيف كده بالمصدر ده، العين بيحاول ياخد نفس. مفهوم ولا لا؟ فلو ستارفيشن. هنا ايه اللي حصل؟ العين بيحاول ياخد برضه ايه الافكتيف تريجر، بيحاول ياخد نفس في وسط البريشر. برافو عليك. يعني مشكله سايكلينج، فاكرين التايم لما قلنا الاسبايتو تايم قصير ولا طويل؟ ده الاسبايتو تايم بالنسبه للعين ايه؟ طويل ولا قصير؟ لا ده لا يعني إيه؟ لا خد بالك معايا بقى، ادي الانسبيريشن اهو، وبعدين العين وبعدين ثواني بس، الانسبيريشن اهو وابتدى العين يعمل اكسبيريشن، وهو بيعمل اكسبيريشن ابتدى ياخد نفس. ده معناه ان الانسبيريتو تايم مش مكفيه، محتاج انسبيريتو تايم ايه؟ اطول. فاهمين ولا لا؟ يا اما تزود الانسبيريتو تايم يا اما تقلل الفلو. موافقون؟ تمام يا باشا تمام. طيب ده ايه؟ ليك اير ليك. وده ايه؟ ده اوفر سكشن. لا اير ليك برضه. اير ليك برضه. اير ليك برضه. الهواء ما رجعش كله. طيب ركز معايا كويس قوي، ركز معايا كويس قوي. الاير ليك هنا ده الفوليوم كيرف، ادي الفوليوم دخل وخرج عادي جدا، لكن هنا دخل ومش كل الفوليوم خرج، ده يؤكد ان ده اير ليك. مفهوم؟ هنا ايه الاخبار؟ ده اوتو بيب. ده اوتو بيب. ده ايه؟ ان افكتيف تريجر. ربنا يفتح عليك. تريجر ايه سنكول. اوكي انا شاكر جدا واسف ان انا ضيعت وقتكم.
لا محاضرة هائلة، أنا شخصيا استمتعت بيها ورجعت معلوماتي، كنت أنا كتير انترست، بس طبعا وقت مر الواحد نسي شوية، فطبعا أنا انبسطت إنه أرجو إن يكون الفيلو يعني استوعب. أنا معلش كلمت بسرعة بس عشان زميلنا ما أنا واحنا مسجلين، هنطلب بس من صديقنا الدكتور احمد طاهر ينزلها على اليوتيوب عشان اللي يحب يراجع تاني المعلومات دي يقدر يرجع. في حد ايه يسألها قبل ما الدكتور محمد شافعي يروح ينام عشان شغله بكره الصبح؟ هو اتفضل. اشكر بس دكتور شافعي، محاضرتين رائعتين الصراحه، يعني انا استفدت منهم وكنت محتاجهم جدا، كنت ذاكرت قبلها الفتره دي، فبرضه فرق معايا ان انا يعني اكون سايز المعلومات مره واحده. شكرا جزيلا لك الشباب، الله يبارك لكم ومتشكر قوي على ذوقكم، ربنا يبارك لي فيكم. شاكرين ابو محمد شعبان مواظب على حضور جورنال كلاب، من الناس الممتازين الحقيقه. ميرسي جدا دكتور محمد، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا فندم. ماشي يا فندم، نقفل.